جو النهارده وانت بتتفرج على المنتخب المغربي لما كان بيحصل تحولات هجوميه كانت بتحصل بشكل منظم جدا، يعني برضه هي مش تحولات عشوائيه، وان شاء الله لما ناخد الكره نبقى نحاول نعمل حاجه، لا ده في تحولات وفيها تكتيك بشغل محترم حتى في الكرات الثابته، بس ده العادي بتاع المغرب ان الكرات الثابته منظمين فيها جدا او ليها تكنيك معين. يعني النهارده لا، النهارده الكراكي النهارده كان داخل المباراه بشكل هجومي برضه عشان الناس تصورت ان هو كان بيدافع فقط. يعني لا، هو طبعا كان عنده افكار، عنده الجزء الاكبر دفاعي، ولكن عنده التحولات الهجوميه موجوده. أيوة. بمعنى ايه؟ احنا لما هناخد الكوره احنا عارفين احنا هنعمل ايه. يعني حتى تلاقي دايما الكوره بتبقى عند الباك بتتسلم في نص الملعب، بيبتدي يطلع من نص سفيان مرابط، دايما هتلاقيه بيبصم على اي كوره، دايما هتلاقي الكوره وهو اللي بيبتدي يحرك. يعني شوف، عشان بس الناس ما تفهمش ان دور سفيان مرابط ان انا بقفل المساحات ولاعيب رقم 6 فبضرب بس وبتاع. لا، لاعيب رقم 6 ما بيضربش بس ويقفل المساحات، لا راجل كمان بيعرف يسلم الكوره. وحل دايما عند سفيان بوفال، زي ما جيمي كان لسه بيتكلم، ان سفيان بوفال هو ده اللعيب اللي هيخليني اخد نفسي، هو ده اللعيب اللي هيخليني اقف على الكوره، فيخليني ان انا كمنتخب مغربي اعرف الم، ابتدي اعرف الم نفسي واحد يبتدوا يلموا نفسهم، ونبتدي ننقل نفسنا من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. ده ذكاء على فكره، وده حصل في ماتشات يمكن قدام المنتخب الاسباني كان الموضوع اصعب شويه، لان انت بتتكلم على نص ملعب اسبانيا، نص ملعب تقيل قوي، فبيعرف ان هو يغطي على التحولات اللي انت بتعملها، فعنده قلبين دفاع صراع مش بطاء. بند قوي في ماتش كمان بلجيكا، خلي بالك في ماتش بلجيكا لعب على النقط ضعف بقى بلجيكا، خط دفاع بطيء، فهبتدي العب على خط الدفاع البطيء ده، هبتدي اعرف امسك كوره، الكور العاليه هعرف استغل الكرات الثابته، عشان كده عرف ان هو يستغل الكرات الثابته في ماتش بلجيكا. الالتحامات والكلام ده كله في نص الملعب، لا انا هعرف استغل الالتحامات في نص الملعب. في ماتش اسبانيا خلينا نعترف ونقول اسبانيا واحده من الفرق اللي كانت هتتعب اي فريق في نص الملعب، اي فريق هتلعبه على مدار البطوله. قيس اي، هات لي اي فريق النهارده اسبانيا هتلعبه، يعني اللهم الا بقى البرازيل، فرنسا بتاع، يعني بس شوف انت قلت مين، برازيل فرنسا، يعني انت بتتكلم على اتنين عمالقه في الكوره. اسبانيا ورغم كده اسبانيا كانت هتتعبهم. برافو عليك. لكن شوف، ماتش سهل عليهم، ماتش مش سهل عليهم، عشان كده قلت اللي قاله ميسي انه هو بالنسبه لي اسبانيا اصعب منتخب في البطوله. بالظبط كده. وشوف شوف كمان خلي بالك انت بتتكلم على فرقه بتعمل تحركات وانت مش عمالين يتحركوا في كل الملعب، يعني يدوروك حوالين نفسك. بالظبط كده. فانت حتى هم كمان لما بقى المنتخب المغربي ياخد الكره بيعملوا ضغط هاي، يعني اللي هو ايه، بيريسك. وفي الاوقات اللي اسبانيا عملت الريسك فيها انها تضغط على المغرب، المغرب كانت بتوصل، وصلت بكورتين في الشوط الثاني، كان ممكن جدا ان هو يخلص بيهم، وكان ممكن ان هو يقتل الماتش. صح. فعنده فكره، عنده افكار، انا مش نازل ادافع وارصهم ويلا بقى بالبركه نشوف هيحصل ايه. لا، عنده فكره، وده اللي بيعجبني في المغرب عامه. صحيح. طيب جيمي، حالاتك، يلا بينا، محتاجاتك، ونفسي تجيب سيره لعيب، انا مستنيه. يعني انا هتكلم على من غير ما اعرف مين، والله اكيد عايز الدين وناحي، يا خبر ابيض، عشان ما خدش حقه برضه النهارده مع ياسين بونو، والنهارده واحده من افضل مبارياته، وطبعا قدم مباريات جيده الثلاث مباريات اللي فاتت، لكن النهارده قدم واحده من افضل مبارياته. ده الشكل اللي كان بيلعب بيه المنتخب المغربي النهارده، 4-1 4-1، لن تتغير. هوريها لك في مباراه كرواتيا، وهوريك هو ليه اصر عليها النهارده كمان الرجراجي، بعد ما اثبت المنتخب الياباني امام المنتخب الاسباني اللي كان داخل مباراه اليابان بشيء من التهاون نوعا ما، قدر يقفلوا بيها كل حاجه بال 4-1 4-1 4-1 4-1. النهارده مين بقى، نرجع تاني لسفيان مرابط، دور سفيان مرابط في السكاننج. يعني ايه سكاننج؟ يعني هو واقف بيشوف اتجاه الكره فين، شوف اتجاه الكره فين، ويروح رايح ينزل تحت الكوره، شوف اتجاه الكره فين عكسها، وينزل رجع ينزل تحت الكوره. عشان كده كان بيتحرك في كل حته بعرض الملعب. جيب لي الفريم اللي بعده، الفريم اللي بعد ده على طول من نفس المباراه، نفس الشكل، الكوره الاربعه بيتحركوا تحت الكوره في نفس الاتجاه بنفس السيكونس، واقفين 4-1 4-1، بيتحركوا تحت الكوره في اتجاه الكوره، واللعيب بيشتغل، اللعيب اللي بيطلع يقابل اللعيب سفيان مرابط بينزل تحتيه، اللعيب الرايت اللي بيطلع يقابل لو طلع حكيم زياش بينزل سفيان مرابط يقفل تحتيه، لو طلع من هنا سفيان بوفال، وكان دايما حكيم هو اللي بيطلع يقابل اكتر. بالزبط. كان بينزل يقفل معاه بنفس الشكل. جيب لي اللي بعديها، الفريم اللي بعده، ده الشكل اللي لعب بيه منتخب اليابان بنفس الشكل اللي لعب بيه المنتخب المغربي، وقفل على المنتخب الاسباني بنفس الطريقه. فتكرار النمط وتكراره بنجاح بيقول لك ان الطريقه ما كانتش ولاده الصدفه. ده المنتخب الياباني امام المنتخب الاسباني في اخر جولات المجموعه. روح لي بقى للصورتين اللي بعديها، مباراه المنتخب المغربي امام المنتخب الكرواتي، وازاي تم عزل بروزوفيتش ومودريتش بال 4-1 4-1، وتم قفل عليهم، ونفس الكلام برده كان مباراه بلجيكا، نفس الشكل، 4-1 4-1 بتاعه المنتخب المغربي، سفيان مرابط تحت بيعمل سكاننج بينزل تحت الكوره، العزل عشان اودي بروزوفيتش ومودريتش بنفس الشكل.
تنفيذ خططي بهذا الالتزام، بيقول لك انه مدرب عمل شغل كتير قوي عشان يوصلوا للشكل ده، ولاعيبه عندها وعي تكتيكي كبير قوي عشان يلتزموا ويطلعوا عفوا كل الصور كابي بيست بنفس الشكل 4-1 4-1 ايا كان بيلعب.